الله يمسيك بالخير يا دكتور، مساء الخير اخوي مصطفى، كيف حالك؟ ويمسي بالخير جميع متابعينك الطيبين. تسلم يا غالي. يا حبيبي، انا مش لا سمح الله لا تعدي على ناس ولا كذا، بس الاخت نرمين بتقول روحوا ناموا، والله انا ثقيله بحقنا، احنا قاعدين نناقش موضوع لا، ما هو في بعض الهم الاخوان، راكبنا. لا في بعض الاخوان بعثوها قال لها بدنا نروح ننام، فهي من حقها تقول روحوا ناموا. معلش يا اخويا. لا لا، هي تقول لا يا عزيزي، يعني انت لكم محامي دفاع عنها، احنا فهمنا شو اللي حكته، فهمنا شو اللي حكته، احنا النوم ما بيجينا من الهم اللي راكبنا نعم، من صدقت التعثر، صدقت حابين نسهر صدقت. ولا بدنا نسهر ولا هو السهر، ولا هوات بث، احنا الهم اللي راكبنا. ولا هوات نعم لايكات ولا نعم غيرها. تفضل. احنا الهم اللي راكبنا مخلينا نسهر، لانه في دين برقابنا بدنا نسد هذا الدين، والحكومة لغاية الآن متعنتة إنها تطلع هالقرار. علما أنا وإنت على بثك يا دكتور، وحاب أحكي لهي 56 مشاهد عندك، تفضل. حاب أحكي لهم إني أجريت اتصال وإنت على البث مع أحد الأشخاص اللي كان بالاجتماع امبارح مع وزير العدل واجتماعاته برئاسة الوزراء. والله العظيم خبر مفرح غريب جدا للمتأثرين، يا رب. موجود في رئاسة الوزراء، عرفت؟ لكن إنه الأخت نرمين بس ترجعنا للمربع تفضل. الأول، جبرنا الوقت. الله يمسيك بالخير والعافية يا سيدي، أبو بنعتبر هاي فوزة، الله بشرى يمسيك الآن، بالخير. هاي بشرى من أخونا أبو حمزة باتصاله إنه في بشرى صادقة نعم للمتعثرين قريب. يعني هذا إشي دكتور بفرحنا سامر، دكتور يا سامر أخوي مصطفى، هذا إشي بفرحنا. إحنا بنفرح بإنسان قاعد بيشتغل، منصور، بنفرح بإنسان بيعمل اتصال، بنفرح منصور الله بنشكر يمسيك كل بالخير. إنسان بيعمل، أخوي لكن سامر، إنسان بيسيء أخوي ما بيلزمنا. دكتور سامر، معلش بس بدي أحكي هالنقطة. طلعت معك على البث وأنا كنت مختلف أنا وياك في الرأي، بعد زيارتنا يوم ما كان اللقاء عند الدكتورة الحروف، تتذكر؟ تمام، نعم وطلعت بتذكر. معك وقلت لك بالحرف الواحد، جبنا نتائج إن شاء الله خلال 24 ساعة من الندوة، أخذنا أول نتيجة. واحد من الشباب اللي كانوا عندك على البث نزل فيه بوست وحطه على كل المجموعات، وين وعدك يا مصطفى الزيود اللي وعدتنا إياه، إن شاء الله إن شاء الله وأكثر من بوست اللي نزله. إن شاء الله يا سيدي. وبفضل الله يا اخويا مصطفى، يعني احنا بدنا ننسى مين بيحكي ومين بيشتم ومين بيتعدى ومين بيتهجم ومين بيشكك. احنا الان نتكاتف ايد واحدة، اللي بيفعل واللي بيتصل واللي الو بيجيب شيء بخير الله يجزاه الخير، ونعتبر هذا حديثك الان هو دكتور، بشرى لكل المتعثرين. بدي اورجيك انه هاي البشرة اول بشرة، اول بشرة كانت على بثك، والحمد لله انها انتهت، وهاي البشرة الثانية بإذن الله تعالى، القرار موجود بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله يطلع القرار، وإحنا من أسعد الناس اللي بنستقبل. وأجريت مكالمتي وأنت على البث. الله يجزاك بالخير. يعني يا إخوان، أخونا مصطفى، فلسطين الله يكرمك يا رب. أخونا مصطفى يعني حتى بمكالمته حكى وفعل، وأنت على البث، والله والله وأنت على البث. وإن شاء الله إنه بشارة خير، ويكون أخونا مصطفى يعني أوائل المبشرين إلكو في حل قضية المتعثرين. بإذن الله، وقريبا جدا. وامبارح كان في اجتماع، واللي حكيت معاه التليفون كان امبارح من ضمن الاجتماع وضمن اجتماعات رئاسة الوزراء باللجنة اللي قاعدة تدرس بموضوع حلول المتعثرين بإذن الله تعالى. إن شاء هذيك الله المرة إن شاء الله. بشرت الناس على بثك هذيك المرة، وطلع الحمد لله اللي هو نعم الإشعار، نعم والآن أبشر الناس على بثك بإذن الله خبر يخص المتعثرين ولصالح المتعثرين بإذن الله قريب جدا إذا الله راد. بإذن الله. أشكرك أخوي مصطفى، وإن شاء الله أنه تكون بشارة خير. وبالنسبة لموضوع أبو كرم ولجنة أبو كرم، أنا كنت أحد أعضاء لجنة أبو كرم ورئيس اللجنة كنت، وكان ما يحكوا لي غير الصنديد والرجل وبارك الله فيك وقد حالك وال 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 كذا والعنيد والما بعرف إيش،
ولما حكيت الصح طلعوا مصطفى الزيود وانه لا يسوى شيء لاني حكيت كلمه حق. انا بحكي كلمه حق، انا بحكي كلمه حق، تحطني رئيس، تحطني مراسل، تحطني شو ما بتحطني، بحكي كلمه حق فقط لا غير. وانا بعتذر لاني قاعد على السطح بهالبرادات، لان شويه براد طلع على السطح ما في عندي كاميرا، بعتذر من المشاهدين. شكرا لك اخوي مصطفى، مقبول اعتذارك، وان شاء الله ان شاء الله انه بتكون بشارة خير لهالمتعثرين، اللهم امين، لهالنساء، اللهم امين. لهالناس اللي قاعدة بتنتظر، والخير بوجهك يا اخوي ابو حمزة. احنا وياكم اجمعين ان شاء الله باذن الله تصبح تعالى. على خير، شكرا لك. السلام عليكم، صباح وعليكم الخير. السلام. ان شاء الله يعني اخونا مصطفى يعني أحد المتعثرين، أخونا مصطفى يعمل حكى، بقول لك أنا في بشارة خير، إن شاء الله أن يكون في بشارة خير. مين أخونا راشد اللي بده يطلع؟ وين أخونا راشد؟ بعت لي كاميرا يا أخوي راشد عشان نمسي على الجميع ونصبح عليهم ونغلق البث. رسالتنا لغاية الآن إحنا متعثرين، تجار، مش نصابين، مش محتالين. اخوي راشد بعت لي كاميرا، ما مش موجود عندي. دكتور اقبل. اخوي احمد ما بعتت. احمد ابعت، هاي احمد انا بدي ابعت لك، هاي بعت لك اخوي احمد، هاي انا ببعت لك. أخوي طه مساء الخير، مساء الخير على الجميع. يسعد مساك دكتور، يسعد مساكم جميعا. هلا يا أخوي أحمد، مساء الخير عليك. كيف صحتك سيدي؟ مساء الخير، الحمد لله صحتي، نحمد الله ونشكره يا رب. الحمد لله رب العالمين. بدي بس هيك مداخلة بسيطة على ملاحظتين. في تفضل. البداية كانت اللجنة تبعت أبو كرم في الخط الأول في الدفاع عن الحكومة وعن الوزراء والنواب، ويا ما كنا نحكي يا ابو كرم اللي بتعمله غلط، يحكي لك لا صح. ابو كرم هي عباره عن مخطط نوابي حطوه بوز مدفع عشان يضيع القضيه، ويا ما حكينا هذا الحكي وما حدا كان يرد. وانا تمام. تحديته هو واعضاء من اللجنه تبعته يطلعوا معاي بمناظره ومعاي كل شيء بالدليل القاطع، وانت اكثر الناس بتعرف دكتور، بتعرف ما خلف الكواليس كمان. هذا واحد. اثنين، نعم. بدي بس احكي بشغله بسيطه جدا يعني بخصوص الانتخابات اللي جايه. يا ريت وبتمنى من المتعثرين ندور على البني ادم الصح اللي راح يوقف معانا في هاي القضيه، ما ندور على المال الاسود، ما ندور على نبيع صوتنا ب 10 دنانير و15 دينار وفي النهايه نصير نحكي النواب ما عملوا لنا، ما أنا في معك، داعي. نعم بتمنى من أنا الجميع معك، يدعموا الانسان اللي وقف معانا. وأنا هذا نداء بوجهه للجميع، إحنا بحاجة لتعديل التشريعات القادمة لمجلس نواب قوي، لمجلس نواب من رحم الشعب، تحط ثقتك بإنسان يستحق. أنا مع أخوي صح أحمد، صح ما نقاطع الانتخابات، لا بالعكس، إحنا نطالب الحكومة الآن تصدر بطاقات وهويات وتجدد للناس، لأنه الناس المتعثرة كمان بحاجة لتجديد الهويات، وممكن بخارج الوطن. أنا بناشد وبطالب بتجديد الوثائق حتى جوازات السفر لأخواننا المتعثرين خارج الوطن، لازم تتجدد بطاقاتهم وهوياتهم، قد يكون التصويت إلكتروني، وقد يكون إنه يصوتوا زي دول العالم، يروح على سفاراتنا ويصوت كمان، له حق، هذا ابن وطن. فتجديد البطاقات والهويات والوثائق واجبة. أكيد بوصل أكيد صوتي لوزير الداخلية، المغتربين يجب أن تجدد جوازات السفر، بطاقات إخواننا المتعثرين اللي بالداخل. أختي هالة تتكلم كمان بخصوص المساجين، هسه الآن راح نتحدث عليهم يا أختي هالة. كمل أخوي أحمد، أنا معك بأنه كل متعثر هو وأهله يحطوا ثقتهم بالنائب، ينتخبوا النائب من رحم الشعب اللي أنت بتثق أنه يعمل لقضيتك، لقضايا الوطن. راح أخونا أحمد. أخوي راشد، بالنسبة لأختنا اللي بتتكلم للسجناء، نعم إحنا حالنا من حال السجناء، إحنا سجناء أبنائنا وأبناء الوطن،
السجناء على قضايا مالية. احنا نطالب للسجناء على القضايا المالية بغض النظر عن مبالغهم، انه برضو هذول يفرجوا عنهم حل لجميع قضايا الوطن. السجون نعم اختي نرمين قضت على رجالنا ونسائنا، المجرم عفوا المتعثر والمدين ليس مجرم. اخوي اسعد يموني كله حكي فاضي. طيب يا سيدي اعطينا الحكي المليان، يعني احنا شو نجيب لك يعني اكثر من هيك؟ ايش نحكي؟ مش فاهم. اخوي راشد وين كاميرتك؟ اخوي راشد ما عندك كاميرا. هيو ما عندك كاميرا، ابعث لي كاميرا. ما في كاميرا اخوي راشد، ما عندي كاميرا لك يا اخوي راشد. هي الكاميرا يعني ما في حتى ابعث لك، انت ما عندك. فاحنا بنطالب للسجناء، بنطالب للمتعثرين لخارج البلد تجديد الوثائق، تجديد جوازات السفر، عودتهم الان، عودتهم الان، ايجاد حل، اعطاء فرصه سنتين مع تسويات من غير الربع القانوني. يا اخويا اسعد يموني حكي فاضي ولا حكي مش فاضي؟ اذا مش معجبك الحكي تفضل اطلع من البث. ها روح حكي فاضي تفضل، هاي بلوك تفضل، الله يسهل عليك. جبرني الوقت بيقول اقتراح النائب اللي بده ننتخبه نوقعه على شكل قنبلة عشان يشتغل من قلب ورب على القضية. والله صدق يعني هذا اقتراح، مش مشكلة أخوي أحمد. أخوي نضال عبد ممكن المشاركة طبعا، ابعت كاميرا، مرحب بكل أي شخص، بكل شخص عفوا. نضال، نضال ما عندي كاميرا يا نضال إلك، اطلع وادخل على البث. هاي نضال، هاي بعت لك كاميرا يا اخوي نضال. اخوي طه بيقول الحكي المليان انه كلنا نكون وراء فكرة. نعم فكرة تعثر احنا حكينا، كل واحد، كل متعثر حط هاشتاج على صفحته مع المتعثر. أخوي راشد والله ما لقيت لك كاميرا، يعني ابعت لي كاميرا. أخوي نضال تفضل. مرحبا دكتور. مساء الخير، هلا يا أخوي. مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين، كل الاحترام والتقدير لجميع المتعثرين ولجميع اللجان القائمين على قضية المتعثرين. نعم مساء الخير عليك دكتور. أرجو أنك تسمح لي أن أحكي كلمة بدون مقاطعة. أنا نضال العابد. تفضل، وهي ترك لك، ترك لك الميكروفون والكاميرا معك. تفضل. أشكرك، أشكرك دكتور، أشكرك. أنا أحكي بصفة الشخصية طبعا، كل الاحترام والتقدير إلى جميع اللجان، أبو كرم القدومي، مصطفى الزودي، طارق أبو الراغب، محمد الزواهري، سمير الخطيب، الحمايدة، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. التناقضات والمناكفات اللي عم بتصير هاي عم بتدخل عيون المرابين للأسف الشديد فينا. أبدعت. حل القضية هي توحيد الصفوف، لا نحمل أخطاء فلان وفلان على شماعة المتعثرين. المتعثرين بريئين من أي خلاف يتم ما بين أي شخص من أي لجان مهما كان. نعم. أرجو من جميع أعضاء اللجان والمتعثرين توحيد الصفوف لكي يحصلوا على مطالبهم العادلة من قبل الحكومة وغير الحكومة، وكل الأمل طبعا إن نحصل على عدل
من مجلس النواب إن شاء الله القادم، مع إني أنا مستبعد إنه أن يحصل أي شيء من أي مجلس نواب سواء سابقا أو لاحقا، أو من حكومة سابقة أو لاحقا. وكل أملي أنا كشخص، أنا بحكي باسمي، حطيت إيدك على الوجه. لا والله لا أمل بجلالة سيد البلاد، تفضل. أنا كل أملي فقط بعد الله عز وجل بجلالة سيدنا الهاشميون، هم الذين ينصفون أبناءهم وأبناء هذا الوطن فقط. لا نتأمل من أي حكومة أو أي مجلس نواب سابق أو لاحق، لا سمح الله إنه ينصف قضية المتعثرين. فأرجو من جميع اللجان، أرجو من جميع الأعضاء، أرجو من جميع المتعثرين أن يوحدوا الصفوف حتى يكون قوة متكاتفة، يد واحدة في مواجهة المرابين. وللأسف الشديد نقابة المحامين لما في الفترة الأخيرة قدمت كتاب إلى المجلس القضائي الأعلى الذي كلنا نأمن به وعدالته، قدموا كتاب ضد المتعثرين، هذا لأنهم وجدوا ضعف في هذه اللجان وضعف في المتعثرين. كل الاحترام دكتور إلى الأخ أبو كرم القدومي، إلى مصطفى الزيوت، إلى الأستاذ طارق أبو الراغب، إلى محمد الزواهري، إلى محمد الحمايدة، وإلك يا دكتور. أرجو 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 من خلال بثك هذا يا دكتور توحيد الصفوف والكف والبعد عن المناكفات والمناقشات والخلافات الشخصية. يا أخي الخلافات الشخصية منحلها بيننا وبين بعض. أنا يا دكتور أنا وياك في خلاف شخصي، أرجو ألا ينعكس على قضية المتعثرين، بل هي مش قضية متعثرين، بل هي قضية وطن. ولا يشعر بالمريض إلا المريض، ولا يشعر بالمتعثر إلا المتعثر، ولا يشعر بالفقير إلا الفقير. كل الاحترام لك دكتور، وأنا آسف. ابدعت أخوي نضال، لا بالعكس، أنا أثني على كلامك وبآزرك وإيدي مع يدك. وهذا الكلام اللي بحكي، إحنا لا للمناكفات، إحنا بنشكر كل واحد يتحدث، ولكن من يسيء ويشتم ليس منا ولا يمثلنا. إحنا متعثرين، يمثلنا المتعثرين، إيدنا واحدة. نشكر كل من عمل وقام وأي إنسان تحرك في هذا الاتجاه، ولكن لا نسيء. صدقت بقولك، نقيب المحامين ونقابة المحامين تحركت بكتاب ضد المتعثرين لأنه وجدت أن المتعثرين أنفسهم بلشانين ببعض وتركين قضيتهم، في بينهم كثير مناكفات. نترك هاي المناكفات، نكون إيد واحدة وكلنا نتحدث بقضيتنا ونوصل صوتنا بإذن الله. أحكي لك شغلة دكتور ختام هذا اللقاء، مع احترامي لك حملني فيه، أرجو 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 ها كأنا نضال العابد، أرجو من الجميع إن نكف عن المسخرة ونكف عن المناكفات ونبتعد عن أن ننتقد بعض، وننتبه لقضيتنا، قضية وطن، قضية متعثرين، قضية مليون وربع زي ما قال السيد الدكتور محمد الرواشدي العالم الاقتصادي. أظني أنه أفهم من الجميع وهو أدرك من الجميع. أرجو أن نبتعد عن هاي المناكفات وأن نبتعد عن هاي المسخرة اللي إحنا منقوم فيها، وأن نتوحد ونوحد جهودنا ونوحد رأينا في سبيل مصلحة الجميع وفي سبيل مصلحة الوطن عامة والمتعثرين خاصة. وإلا سوف يتمكن منا المرابين وغيرهم، والله أعلم عن نتائجها.
شكرا لك دكتور، كل التحية والاحترام لك ولمستمعينك، وأنا آسف على طول اللقاء. لا شكرا الدكتور. شكرا لمداخلتك، كلام جميل، كلام بيصب في صلب الموضوع. شكرا يا اخوي نضال، شكرا لك. اخواني كلام كلنا بنثني عليه، كلام كلنا بنتحد فيه، كلام كلنا بنتحدث فيه. نبعد عن المناكفات، المتعثرين لا يمثلهم المتعثرين. مناشدتنا لسيد البلاد جلالة الملك، نوصل صوتنا لدولة عمر الرزاز، وعدت بحل قضية المتعثرين. لماذا الارتجاف؟ لماذا الانتظار؟ خلاصة بثنا كلام موجه معالي رئيس وزير الداخلية، وثائق أخواننا المغتربين يجب أن تجدد، جوازات السفر، هوياتهم. بنثني على كلامنا. من يشتم ومن يسيء ليس منا. المتعثرين يمثلهم المتعثرين أنفسهم. إن شاء الله إنه مستمرين. بدعو كل المتعثرين تتكاتف، المتعثرين كلها ترفع شعار وهاشتاج مع المتعثر. سنتين تصويب أوضاع، سنتين مهلة تسويات من دون الربع القانوني. أشكركم جميعا وتصبحون على خير. أنا معكم سامر الزيود، صفحتكم صفحة المتعثرين. نلتقي إن شاء الله في بث قادم، ويكون في بشارة خير وفي حل قضية المتعثرين. تصبحون على خير.